مرحبا بكل من التحق بنا في استديوهات برنامج الماتينال. بحثا الاستاذه اميره صالح الخميري المحاميه، مرحبا بك استاذه. عايشك فاطمه. صافا؟ عايشك الحمد لله. اليوم نحكي على عصر المنفق، نشوفوا المعنى هذا شنو بالضبط. كما زاد نرحبوا بياسمين الذوادي نوتخ كوتش، مرحبا بك ياسمين. عسلامه فاطمه، ميرسي بور لافيتاسيون. صافا انت؟ يعيشك. اليوم نحكيوا على المراه الحامل والسبور، دونك نعرف اللي برشا وربي يخلص وحالهم طويك حبالة، باش نشوفوا كيفاش نجموا يلعبوا سبور باش نجموا يحافظوا على اللياقه نتاعهم. خلينا نبداو نحكيو معناتها من الاول مع الاستاذه اميره صالح الخميري، اللي هي نحكيو اليوم على عصر المنفق. شنو هو معناها التيغم هذايا في القانون؟ شنو في القانون؟ هو في الاصل اخت فاطمه يعني عصر المنفق هو نستعمله احنا كلمه العصر الاعسار نستعمله في حياتنا العاديه، لكن المدلول والمفهوم نتاعو القانوني تترتب عليه برشا معناها قراءات في القانون، خاصه وانه انا علاش حبيت نختار الموضوع هذا بالذات، لانه هو في الاصل يعني يعود بالذكرى، خليني نقول يعود بالذكرى وانا ننتقي في الكلمه، على خاطر هو في الاصل فما نصوص موجوده في مجله الاحوال الشخصيه لكن للاسف مهجوره. والنصوص هذه موجوده منذ تاريخ صدور مجله الاحوال الشخصيه، ولكن للاسف اثبت التطبيق، اثبت يعني الواقع المعيشي في المحاكم، احنا كل يوم وقدامنا قضايا معناها شتى انواع من القضايا اللي نحكيو فيها على النفقه، لكن ديما تطرح موضوع النفقة الطرح العادي البسيط الستوندار اللي استنسنا به، انه زوج ما نفقش على زوجته، اذا كان لا قدر الله يعني فات بعد ما يصدر حكم مدني ضده في بالانفاق ويفوت الشهر ولكن ما يقومش بالالتزامات نتاعو المحمولة عليه قانونا، بعد شهر يولي الملف ملي يكون مدني ينطلق، يولي عنده صبغة جزائية باعتبار يولي يرتكب جريمة، ما نحبش نقول اهمال عيال خاطر في حياتنا اليومية نقولوا إهمال عيال، لكن هي الجريمة تحديدا الاسم نتاعها هو عدم دفع مال نفقة، وبالتالي يلقى روحه قدام القضاء الجزائي ومهدد بالسجن وغيره. دونك هذه الصورة العادية اللي احنا تعودنا عليها في موضوع النفقة، لكن أنا اليوم حبيت نتطرق وباش نفسر لك علاش، على خاطر احنا تو في موسم تاع عرس عروسات على شنو قادمين، خلينا نحاولوا الموضوع ناخذوه بشويه سلاسه وبطريقه طريفه. احنا تو في قلت لك في موسم نتاع عروسات، ومالوغوزمون اثبتت معناها الاحصائيات انه فما عزوف كبير يعني من ناحيه الشباب على الزواج. يا لطيف. علاش ديما يشوفوا المشكل نتاعهم ديما يرجعوا المادي، يرجعوا ديما للديبا اللي يصيروا في التلافز، الحالات الاجتماعيه اللي تصير، يلقاو رواحهم من غير ما نذكر الاسامي نتاع البرامج، لكن البرامج الاجتماعيه اللي ديما تلقى فيها الزوج يلقى روحه معناها مطالب بجمله من الالتزامات، مهدد امام القضاء الجزائي. مش هذا هو راهو كي شوف راهو هو في الحقيقه يعني اخت فاطمه هي كلها سياسه تشريعيه، ومن الفوق ياثر يعني ستون ياخشي اذا كان يبدا السياسه التشريعيه مخدومه بطريقه غالطه او مش متواكبه مع العصر راهي باش تاثر على الاسر، والاسره هي نواه المجتمع، اذا كانت تهدد الاسره ما عادش نتحصلوا على مجتمع متوازن. هذاك علاش يهمني برشا النقطة هذه. دونك نرجع نقول أنا توا هذه فرصة باش نقول للشباب للرجال الكل اللي تسمعوا فيا كوسوسوا باش تعرسوا وإلا ديجا معرسين، باش تعرفوا أنه الفصل هذايا أو بالأحرى زوز فصول اللي هما مهجورين راهو يعطيكم كل الحق ويخليكم تقبلوا على الزواج تقبلوا على الزواج وعندكم كل الحقوق. أنا علاش نقول هكا؟ خاطر ما نحبش نكون ما نحبش نحكي على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل اللي هي مكرسة في الدساتير مكرسه في الدستور التونسي وفي الـ يعني الاتفاقيات الدوليه وكل ما حاجه احنا صدقنا عليها كدوله تونسيه، ما نحبهاش تكون المبدا هذايا حبر على ورق، نحبوا نلمسوه بالفعل ونحبوا ناكدوا انه المبدا هذايا راهو مكرس من زمان. صحيح. وهذه دعوه حتى للساده القضاة، حتى للساده المحامين، حتى للفقهاء في القانون ورجال القانون بصفه عامه، انهم ينتبهوا للفصلين هذوما المهمين برشا في موضوع النفقه. اليوم باش نحكي الحاجه الجديده في الموضوع اللي هي القديمه، هي في الاصل قديمه لكن باش نطرحوها. هو راهو انا توا عندي سنوات نخدم، لكن عرضني ملف بالصدفه ممكن 7 سنين التالي قدمت فيه مرافعه، اعتبرت نفسي وكاني اقدم يعني نقوم بثوره على مجله الاحوال الشخصيه، مشى في بالي نقوم بثوره، مشى في بالي انه المشرع ما انتبهش للنقطه هذه، والحال اكتشفت من بعد وانا نقرا ونتصفح في الفصول فصلا بفصل، اكتشفت وانه موجود هذا الفصل ويحمي الرجل التونسي المعسر في الانفاق. باش نفسروا لهنا ايش معناها. قلت الحكايه دي صارت 7 سنين التالي. لهنا كي نحكيو على المعسر
نحكيه على الرجل الزوج الذي يتحمل مسؤولية عائلة، عنده زوجة وعنده أطفال، لكن لسبب ما، وباش نحكيه على الأسباب، من بينتها المرض، لأنه المرض في القانون خاصة في الموضوع هذا في هذا السياق يعني اعتبروه فقهاء القانون بأنه يمثل وينزل منزلة القوة القاهرة الفورس ماجور، لأنه حتى المرض نفسه مش أي مرض، مش أنا مريض بالجريب ونقول راني أنا ما نجمش نخلص خاطر مريض بالجريب. دونك فما نوعية من المرض، وهو المرض الذي يلم بالشخص ويقعده، يعني يصبح مقعد، وكي نقولوا مقعد لهنا يعني تجري العبارة على، ما نحبش نقول نحب نقولوا باش نقيسوا على المقعد، خاطر احنا المقعد اللي نستانسني به هو اللي ما ينجمش يتحرك، مشلول اليد ولا عنده اعاقه في الرجل ولا عنده بتر ولا حاجه، راهو حتى الاعمى البصير يعتبر مقعد، يعني كل ما يمكن ان يتسلط على جسم الانسان ويقعده، ولهنا عباره انه يقعد في القانون هذايا وبالتحديد في السياق هذايا، انه يصبح بموجبه معسرا، يعني بالفعل ان هانديكاب كبير، وما عادش يخليه يخدم، ما عادش ينجم يجيب له فلوس. الموضوع هذا جاني للاسف، يعني الحاله دي عشتها مع منوب، وقتها كان اعمى، هو كان عادي يعني يتمتع بالبصر نتاعو، ولكن فجاه طلع اكتشف انه عنده مرض وراثي بعد سنوات للاسف، يعني فقد البصر تماما وكليا، يلقى روحه فجاه مهدد امام القضاء الجزائي، وما عندكمش فكره كم هي الصوره مريبه، والحمد لله عندنا قضاة ما شاء الله، يعني ونقدم فرصه نقدم تحيه وقت نتذكر قاضي الناحيه في اريانا، والوضعيه دي تحطت قدامه، فكان انسانا وكان رجل قانون بامتياز، لكن حتى التلخيص نتاع الحكم نتاعو كان تلخيصا محيث بطريقه التي تثلج الصدر وتخلي كل رجال القانون يعاودوا يراجعوا. حكم وقتها احنا استنسنا اللي ما يدفعش النفقه اوتوماتيكمون اليا يدخل الحبس. نو، الجريمه ما هي؟ هي جريمه عدم دفع النفقه. الجريمه مما تتكون من ركن مادي وركن معنوي، والركن المعنوي يتمثل في القصد الإجرامي، هل هو قصد فعلا أنه ما يمشيش ينفق على أولاده ويخليهم في حالة إهمال؟ هو لم يقصد ذلك، وإنما الوضع الصحي الذي وجد نفسه فيه حالة دون أنه يقوم بهذا الواجب. توا هذه النقطة المهمة اللي نحب نحكي فيها، هل هو فترة صحية تكون وقتية وإلا تكون متواصلة؟ يلزم تكون يعني مدة الحكم متاع القاضي وقت اللي قضاء، وقتها نتذكر في القضية قضاء بعدم سماع الدعوة، والناس كل بهتت كيفاش اون برانسيب استانسنا يعني آليا حبش. لا، هو بالفعل يعني حكم يتماشى وروح القانون. فوالا باهي، انا توا الحاجه اللي انا لفت انتباه القاضي وقتها وضحكت عليها برشا ناس للاسف في القاعه، وانا اعتبر ان موقفي من احنا القانونيه كان سليما. اش قلت له انا وقت القاضي؟ ولهنا النساء باش يتغشوا عليا، اما خليني نقول كلمه حق، لانه انا انصب نفسي، صحيح انا ديما مع المراه الضعيفه، لكني وقت اللي يكون الراجل في موقع ضعف وله الحق يلزمنا نجيو معاه، يعني مش خاطر انا امراه محاميه يلزمني نجي اوتوماتيكمون مع نساء. لهنا ماذا طلبت القاضي؟ قلت له صراحة، وهو باش نرجع الفصل ماذا يقول، شوف الفصل، شوفوا قديش هو مزيان وقديش هو محلاه للأسف بيه. يعني مهجور. يقول لك الفصل 39 من مجلة الأحوال الشخصية، لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر. توا نمشي للفصل 47، ايش يقول؟ لانه الفصول لا تقرا يعني مستقله، تقرا متكامله مع بعض. الفصل 47 من مجله الاحوال الشخصيه ايش يقول؟ الام حال عسر الاب مقدمه على الجد في الانفاق على ولدها. الام على الجد حال عسر الاب، ايش معناها؟ مقدمه على شكون تنفق؟ على لا، مقدمه على الجد. يعني اذا كان اذا كان البو عايش لكنه معسر، تولي الزوجه ما عادش تطالب بو البو. قالوا يا جد اجا، نو، تولي هي مطالبه وهي تصبح بقوه القانون ملزمه في حاجتها. لا لا لا، يلزمهم يعرفوا يا نسيت توينسه، اذا كان عندكم، اذا كان زوجكم او طليقكم، تنجيو علاش طليقكم زاد على خاطر هذيا اي بالفعل، حتى اذا كان فما مثلا فما حاله صارت واثارت الجدل في الساحه القانونيه، اللي هي ديرنيغمون 2017 جو بونس ولا 2018 اصدر حكم للاسف، يعني المجلة صادرة، يعني خرجت للضوء من 56،
واحنا نحكيه على يعني جرأة من المحكمة سنة 2018 ولا 2017. هذا خسارة ما كاروش يصير. فما تأخر في قراءة فهم نوعا ما، تأخر كبير للأسف. شنو يصير؟ يصير لأول مرة في التاريخ الدائرة 27 صعيبة الدائرة 27 أحوال اللي تنظر في الأحوال الشخصية في محكمة تونس بوصفها محكمة استئناف لدى النواحي، وقد كانت يعني وكان حكمها يثلج الصدر تماما. علاش؟ لأنها لأول مرة في التاريخ تحكم بإلزام المطلقة، معش الزوجة نحكي، المطلقة باعتبار أنها عندها يعني راتب محترم وعندها بالضبط وعملت جدل كبير يعني في الساحة. فالمشكل واللي قلق برشا كيفاش رجال القانون يتسائلوا يقولوا كيفاش وهذا سوء تطبيق، والحال هو حسن تطبيق للقانون باعتبار وأنه ثبت أنه الزوج غير قادر. وعليش الحالة هذه؟ خاطر هو وقتها حاضن للطفلين، لكن هو حاضن أما هي شو صرف عليهم خاطر لكن هي مطالبة باش تصرف، على خاطر بالفعل أثبت وأنه وضعه المادي وحده لا يكفي للإنفاق على الطفلين، وبالتالي طالبها بالفصل. مالوغوزمون لهنا الاختيار كان غلط، طالبها بالفصل 23 اللي هو يعتبر دستور العائلة اللي يحكي فيها على المساهمة في الإنفاق كزوجة، والحال انها مطلقه. لو كان يعني كان من الاجدر انه يرجع للفصلين المهجورين هذوما اللي كنت تحكي عليهم، راهو طبق عليها. نرجع نفسر جوست للناس، خاطر ديما كيقولوا نفقه استاذه ديما يمشي في بالنا المطلقين كهو، فما نفقه فما صغار فما مدري شنو. بورتون هو لا حتى المتزوجين معناتها فما نساء ولا رجال يمشيوا يشكيوا يقول لك ماهوش تنفق معايا وماهوش تنفق معايا في العائله. جوست للتوضيح، هذا كله يشمل نفس الحكايه، كيقولوا نفقه سوى المطلقين والمتزوجين. بالضبط. فما حاجة أخرى زي ده قلت لي بكري في الأوف، إنه مثلا إذا زوج كان عنده عائلة بالصغار وبعد زوج وعمل صغار أخرين وما نجمش يصرف على الصغار الزوج، احنا مش باش نجيبوا حاجة جديدة، كله نرجعوا للفصل 39 و47 يا رجال اللي تسمعوا فيا، الفصل 39 والفصل 47 من مجلة الأحوال الشخصية يضمن نوعا ما الحق. الكاميرا مين يضحك عجبته الحكاية. دونك ما فما حتى مرأة تنجم تحط لك سيف على رقبتك ما دامك عندك الحق، راهو بقوة القانون هي مطالبة أخلاقيا قانونيا واللي تحبوا انتوما باش تصرف. وقتاش تولي انت تولي هي ملزمة؟ تولي ما عادش انت ملزم، يولي يعني الإلزام ينتقل لها لوحدها، تصبح وحدها الملزمة عندما تكون انت معسرا لا قدر الله. يصير اي معسر زي ما فسروها، مرض يخليك مقعد. هاني فسرت كيما مثلا مرض خليك مقعد. نسيتك حاجة أخرى، الإعسار ينجم يكون مثلا إنسان عنده عائلة، كان عنده عائلة ثم طلق زوجته وعنده منها أبناء ثم تزوج مرة ثانية وأصبح له أبناء المرة الثانية، لكن الحكم الأول متاع النفقة اللوليني اللي هو تمتعوا به الأطفال الولا يعني كان مجحفا فلم يتم استئنافه في الأول باعتبار ما زلت ما عندوش عائلة ثانية. بعد كيف عمل عائلة ثانية أصبح يعني يصبح القاضي يعني منطقيا أمام وضعية متاع زوز عائلات، زوز هذو مولاده وهذو مولاده ينقص للولانية بالضبط. ونعرفوا اللي احنا معناها المقدرة الشرائية معناها تعبت ياسر، وظروفنا معناها صعيبة برشا، والرجال ساعات يلقاو رويحهم الأباء يعني خلينا نقول الأباء كسسوا معناها زوج أو مطلق يقعد ما أب يعني يلقى روحه للاسف براتب نتاع شهار، يلقى روحه ويخلص في 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 كريوات وفي منحه سكن نتاع الام من الحاضنه في الزواج الاول ومعاهم قرايه اولادهم، وبعد يدخلوا الوليدات الصغار الاخرين كريش وكذا وكذا، يلقى روحه في الاخر ما عندوش حتى باش يتكيف سيجارو. هذا اذا كان يتكيف، لو اني انا مانيش باش نقول ندافع ما باقي نحكيو للناس اللي تفهمنا واللي يجي ضدنا بيان سور في الموضوع هذا. نحكيو لهنا اذا كان البو مثلا كان معسر، نقولوا احنا كما اللي قلت مثلا اصيب بمرض خلاه مقعد ما نجمش يخدم وعنده اطفال لازم ينفق عليهم، هنا الام لازمها تصبح ملزمه بقوه القانون. اذا كان الام عندها مشاكل زاده ما دام تخليها مثلا كبيره في العمر ما تنجمش تمشي تخدم على صغارها لهنا او هي بيدا عندها مشاكل صحيه تخليها ما تنجمش تخدم. لهنا نرجعوا لروح القانون، حتى هذا زاده المشرع تكلم فيه في الحالات هذه، فما بما يسمى بصندوق ضمان النفقه وجرايه الطلاق. شكون الدوله؟ الدوله تتكفل بهذا في الحالات هذه.
عندما يصدر حكم مثلا ضد الزوج او ضد الاب اللي ما نحبش تو ما عادش نحكي على الاعسار، نحكي انه صدر حكم ضده بالسجن باعتبار وانه ما خلصش مثلا لهنا، ويبدا ينجم يكون السيد هذا بالحق معسر، لكن للاسف قضاة ما يسيئون الفهم القانون ويحكموا عليه بالسجن، يلقى روحه في الحبس في الاخر الصغيرات تكونش تصرف عليهم والمراه ما تنجمش، وقتها تولي تتكفل الدوله، تولي وقتها الدوله تتكفل، خاطر هو الراجل في الحبس يقول لك انا يا نخلص يا ندخل الحبس، هو ما عندوش باش يخلص، باش يولي في الاخر يشد الحبس، وهذا اللي قاعد يصير مالوغوزمون، هذه الصوره النمطيه اللي نعيشوا فيها تقريبا كل يوم في المحاكم. فلهنا الدوله تتكفل وتتدخل وتولي تضع على ذمه الكريدي للبوم بعد يخرج يخلص، لا 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 تتكفل به الدوله، وهو يخرج يخدم على روحه ويلوج هذيك 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 المشكل، المشكل هذيك علاش انا شو نقول يا اخت فاطمه، ديما نقول وانه ان شاء الله تكون يعني على الاقل مداخلتي هي دعوه للمشرع التونسي انه يعاود يعمل قراءة يدخل حبس بالضبط، يعاود يعمل قراءة ثانية وثالثة ورابعة ومتماشية مع روح العصر ومتطلبات هذا العصر. علاش الحبوسات معبية بالمساجين أو الدولة تعمل صندوق كيما كريدي ما نعرفش أنت ما تنجمش نسلفك وما تقعدش مثلا شوف فاطمة عندك تبارك الله عندك يرجع من بعد عندك ليسبري عندك ليسبري لو بريزونس ديسبري لا بريزونس ديسبري عندك علاش الدولة تقعد تصرف خمم فيها هذه كارو المشرع يخمم فيها احسبوه كريدي يا سيدي انا ما نحطكش في الحبس نحسبك عندك كريدي خلص عليك ورجع عليك وعلاش الدوله تقعد تخسر في الفلوس هكاك هذه فكره جاتك جات هكا توا من واحد اللحظه يعطيك الصحه دونك نحب نقول وانه القانون راهو ماهيش ماده معناها ماهيش ا بلس بي ايجال سي وتوفى غادي لا هو يعني كما البشر كوا بالضبط هو قانون حي هو حي ويتماشى ويجب ان يتماشى مع روح العصر وبالتالي جوست اخر سؤال كان تسمح كي نحكيو هنا نرجع للاحنا اللي نحكيو فيه اللي هو عسر النفقه عسر المنفق المنفق اللي هو البو اذا كان صارت له مرض ولا حاجه هنا نحكيو على مرض مثلا ألم به شهرا وإلا نحكي على مرض بشي لطف يا ربي مثلا حيات عمره كاملة وإلا فما ما تحاجة تقول لنا قديش باش نجم نقوله معصر ولا نجيبك هو فما في القانون يعني كل امرأة تحب تطالب النفقة متاحة لها الحق في انها ترفع قضيه في مراجعه معاينات النفقه او في انها يا ما تطلع والا الراجل عنده الحق انه يطلب انه التخفيض من النفقه باعتبار انه شنو هو المبدا يقول لك يعني يجب ان تكون النفقه يعني حسب حال المنفق والاحوال والاسعار وغيره وحال المنفق لاني نحكي على حال المنفق انا اليوم كي نحكي لك على حال المنفق اللي هو الحاله نتاعه تتمثل في الاعسار وغدوه يتبدل لهنا وقت اللي يتبدل والمرأة أو الزوجة اللي باش طالب الزوج هذايا أو المطلق هذايا اللي هو أب أطفالها طالبوا أنه باش ينفق عليها تقدم قضية أخرى بعد ما تثبت وتجمع كل المؤيدات اللي تثبت وأنه السيد هذايا الوضعية متاعه ما عادش يعني وضعية متاع إنسان معسر وإنما تحولت وأصبح ميسور الحال أو له من المال ما يمكنه من الإنفاق على أطفاله يعني القضية إذا كان صدر حكم بالنفقة مش يقف غادي راهو ينجم يكون مثلا سنة 2022 صدر حكم بالنفقة يلزم الزوج باش ينفق على أولاده 400 مجموع 800 لكن من هنا ل 2025 ينجم تتبدل الحالة نتاعو إما تهبط اللوطة يولي هو يطالب بالتخفيض وإلا تطلع الفوق تولي هي تطالب بالمراجعة نفس الشيء باش ينطبق على حال المعسر إذا كان هو أصبح انتقل من حالة إعسار إلى حالة يعني جواز ينجم جواز مش زواج يعني يجوز له يعني من بامكانيته بامكانه انه ينفق وقتها تولي تقدم الزوجه او الحاضنه لكن هو مثلا تزوج امراه لبس بها نجم يطالبها تعاونه في نجاوبك هو راهو شوف هو راهو الفصل 23 ما قالش لبس بها قال ان كان لها مال معناها حتى لو كان مش لابس عليها برشا لابس عليها شوي. قادره بالضبط نجم تساهم معناها انت فاطمه لو كان تخلص مثلا 800 دينار وراجلك يخلص مليون و200 كمان تنجم تساهم مش ماكش لابس عليها امراه اخرى اي سام حاجه اخرى ممكن هكاك تدخل فيها اكيد هو القاضي راهو ما ينظرش يولي معصر بالنسبه لي بتيت وقت هو راهو القاضي اخت فاطمه ما ينظرش للملف يعني فقط للمعينات ينظر للملف برمته ديما انا نشوفه القضاء التونسي ديما نخمو في الصغيرات اهم شيء ولا بالحق الطفل اما نرجع للصندوق اللي ممكن جاتني فكره هيك نعمله بالحق
على خاطر حتى كان البوم ينجمش ينفق على صغار ولا الام تنجمش تنفق على صغارها، ينجموا نعملوا صندوق كريدي، مش لازم الدوله هي تقعد تصرف خيط وتشوف معناتها احوالنا كدوله بيدنا معناتها شويه هكا متقلقين. دونك نجموا نعملوا صندوق للعائلات هذيا تجي انت تتسلف، وحتى كان تقول انت حتىكش نخدم وما لقيتش خدمه هكا تشوف معناتها البلاد تبارك الله معناتها كلها مسخه حاشاكم معناها وبالحق ناقصنا برشا نظافه في صحيح. في بلادنا صحيح. نجم يعمل ديزاكتيفيتي هكا نتاع بلديه يرجع بهم حق الكريدي اللي خذاه. فما راه حلول اذا كان فقط نقعد ونخمو وما نعملوش. أكيد. أكيد. انا ديما نقول حرام حرام ثم حرام انه الحبوسات نتاعنا معبيه بالمساجين بالحكايات الفارغه. ضحايا ضحايا انا جو دي بيان ضحايا القانون الغير المتماشي مع روح العصر. ان شاء الله يا ربي هكا من خلال برنامج ماتينال اللي عطيناكم فكره وحتى حلول وغيره. دونك ديما كيف تجي بحذانا الاستاذه بيان سور اميره صالح الخميري اللي هي محاميه في تونس. دونك ديما نلقاو عنا ما نحكيو ديما مواضيعنا تكون مهمه. خلينا نمشيو بحذا لشيف. أكيد ما زلنا معكم مشاهدينا ومكملين مشوارنا في كوجينتنا. شيف فتحية بعد ما حضرنا هالنورات هذوما اللي كيما الفولوفون شنو لازمهم توا؟ توا يلزم جست نبلهم وجوهم بالماء الكل معناها نعدي عليهم بانسو بالماء واللي عنده سبراي فشفاشة بالماء يرشهم بالكدا بالماء هذاك اللي يلفا امبيشي الفيتاج باش يلصق في بعضه معناها ما يخليهش يتيح. لو كان نحط دوغيغ الدوغيغ تخلي الحراف ما يطلعوش، لازم فريمون يكون محطوط بانسو جويده ونقعدوا نقشوا فيه نقشين، الوغ كو اسهل هكايا انا ما عادش حاجتي بالبانسو نجي هنا ناخذ دوزيام فوي كويسون ورقه ثانيه ونحطها ونلصقها على الوجه نعدي يديا فوقهم بالكدا هذيا باش تخلي الفويتاج يطلع مستوي ما يطلعش مايل ولا خاطر نعرفوا لي الفويتاج ساعات يمشي دون تو لي سونس سورتو كي يبدا ماهوش مضروب مليح يبدا دون تو يمشي منا ومنا وساعات ورقه معوجه الوغ كو كي تحطوا عليه ورقه يطلع الكل فرد نيفو فرد دون لو ميم سونس مستوي. ومن بعد هو نص تياب نحي الورقه من فوق الوجه ونخليه يكمل يتيب مليح ويشيح. انا هذايا كوشتي سخونه 220 درجة نرمي في الكوشة يتيب ونخلطهم بعد باش نعبي. يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحي شواشي. مشاهدينا أنا معاكم باش نكمل دونك الوصفات. هوني عندي الميني باتي كيف ما قلنا دونك البات فويتي مشكورة شيف فتحية حضرت هنا. عندي دوزون بورت بياس أنا محضرهم وهنا الفاخس اللي باش نعبيو بها الباتي. شنو خذيت؟ خذيت قوتة حطيت معاها كعبات عظم مصموطين دونك هرستهم بالفرقيطة ولا ربيهم بالراب ونحط معاهم تن الموجة اللي من غير زيت التن الموجة اللي في الماء مرقد في الماء نسقطرو من الماء نتاعو وهو نهرسوه مليح مليح ونخلطوه مع هالمكونات. ثم اللي يحب يحط فيها شوية معدنوس ثم اللي يخليها كيف ما هي. أنا باش نحط لها شوية بركة معدنوس وذرة صغيرة فلفل أكحل مانيش نحط ملح خاطر التن أموره واضحة مع الفخوماج باش نزيد هنا لي تخوا فخوماج ربي من عند مرياح في قلب الفخذ تدلل شخشخها بالجبن هكا على خاطر الشيف فتحي. دونك هذه جبن باش يعطينا نكهه وباش يذوب في قلب الفخذ باش يشدوا في بعضه ما يخليش الفخذ نتاع الباتي شايح سيغتو فيه الكوته كيف ما شفتوا. هذوما الكل يتخلطوا باش نعبيو بهم كعبات الميني باتي هكا امورنا واضحه ولا كيما العجينه الفخذ. هنا نجي ونطبع كعبات الباتي. دونك ديما ناخو اون بورت بيس كبير واللي اقل منه في النومرو لا اللي اقل منه باقي. دونك ما بيناتهم زوز نوامر باش نطبع بيه. نجي هنا ناخو ونقص دونك حسب الحجم اللي حاجتي بيه. انا باش نعملهم صغيرات بهالطريقه الكل نحضرهم صفه نعديها وصفه نعبيها. دونك ديما صفه بصفه باش الورقه واحده منهم نستعملها نسكر بها البات من فوق هكا هذايا بالنسبة للفاخس. دونك هنا باش ناخذ مغيرفة نعبي بها ما نحطش برشا فارس للباتة تبع بشوي بشوية باش ما يفيضش. قلنا الميني باتي هكا مقببين يجيو حلوين. ديما نحرص على انه الفارس يجي بيان سنتراليزي في الوسط. هذه ناخذ عليها ورقه
اخرى ونحطها بهالطريقه. نجي هنا توا للومبورت بيس الصغير وهو نطبع به لا فورم نتاع الباتي اللي نعرفوها. انا الكل باش نحضرهم ديما هذايا نعملوا في شوي فرينه باش ما يقلقناش في الخدمه. انا باش نحضرهم الكل نطبعهم نفس الطريقه ونرجع لكم. لازم ثم ايتاب نشوفوها اللي هي معناها قبل ما يدخلوا الكوشه شنو نعملوا لهم، هذه نشوفوه بعد ما نمشيو لفاطمه الصفي. مشكورين على شيف يعطيكم الصحة. دونك خلينا نعاودوا نذكروا للناس اللي تحب تمشي تعمل كروزيغ مع أورانجو كروزز ينجموا يطلبوا مع ال 50 211 787. نعاودوا نذكروا اللي عندهم كروزيغ توا نحكيو على كوستا اللي تنجم تختار من أي بلاد تنجم تخرج وتعمل الدورة المزيانة هذيا. دونك تنجموا تعرفوا أكثر إذا كنت تدخلوا على السيت الخاص بكوستا بيان سور لي باتو هذوما وتختار شنو السيركوي اللي تحب تمشي فيه. بيان سور تتصل بأورانجو كروز اللي هي بيدها تنجم تعاونك وتختار معاك السيركوي اللي حاجتك بيه، وفما سهوله في الدفع مع العلم انه كي نحكيوا كوستا نحكيوا على السعر انطلاقا جوز 2900 للشخص الواحد فيها حق بالطياره. اكثر معلومات نشوفوهم في سبوت هذيا ونرجع. حب تنسى التعب وتسافر وين ما تحب، الحل عند كوستا كروزير اللي تدور بيك العالم وانتي في باتو مرتاح. انطلاقا من 2900 دينار فيها سوم الطيارة. بيان سور الاخلاص بالتقسيط. ادلال كما العادة ما نلقاوه كان مع أورانج كروزس اللي تنجموا تطلبوهم على 50 211 787، وإلا تزوروهم في 7 نهج ابن الجزار لافايت. إذا كان سبوت شرهتك باش تمشي تعمل كروزيغ على كوستا مع أورانج كروزس اطلبوهم على 50 211 787. تويكا باش نحكيو كوتشينغ، نحكيو على المرأة الحبلة والسبور. دونك نحكيو مع مدام والكوتش ياسمين الذوادي. دونك لهنا كي نحكيو سبور ديما يقول لك في انه شهر نبدا نعمل سبور. نعرف اللي توينسا ولا نسى توينسا مش كيما هكا ديما يقولوا هبطوا كيك في فيسبوك حاجه تتفادلك هاي المراه الاجنبيه شنو تعمل تقع حبله وتوصي ايش تعمل. لا والله اللي نسى توينسا يحبوا يحافظوا على اللياقه نتاعهم، لكن من انه شهر نجم نعمل سبور؟ دونك سبور هو كيما نعرفوا حاجه باهيه برشا بالنسبه للعبد السيدونتير، وباش يكون حاجه باهيه زاد الفام اونسانت اللي هي وللبيبي نتاعها. دونك ديما قبل ما نبدا سبور يعني اون فا سو فوكاليزي على الفام اونسانت في التويكه باش نحكيو عليه، تعمل لي زاناليز نتاعها. وبيان سور هي عندها جينيكو نتاعها باش تتبع معها كل شيء. دونك اي حاجه باش تقولها جينيكو نتاعها هي باش تتبعو. ديما نحكيو زاد ديكا فما ديكا اي ممنوع عليهم السبور هذيك ما نحكيش عليهم السبور. دونك هي لازم الفام اونسانت ديما تقعد اون كولابوراسيون مع جينيكو نتاعها. دونك اون فوا سافا تنجم تعمل سبور ديما نبعدوا على 3 بروميي موا خاطر هذيك يعني période de fixation de l'embryon et كل شيء. دونك نحاولوا نبعدوا على 3 بروميي موا et après نبداو بالاكتيفيتي نتاعنا. دونك لي زاكتيفيتي باش يكونوا دي زاكتيفيتي ديت ايروبي اللي فيها لابور دوكسيجين اللي هو الاكسجين مهم برشا للفام اونسانت. لا ريسبيراسيون حاجه مهمه برشا اي سيرتو تعاونها من بعد في لاكوشمون. دونك نبداو باللي زيكزيرسيس هذوما ويكونوا انتونسيتي يعني موديري ما تقويش برشا على رواحها. دونك لهنا لازمنا ديما نمشي والكوتش اللي يكون يعني فاهم وعنده خبره في يعني بور لي فام اونسانت ويكون مشبع بالمعلومات الكل، خاطر ماهيش حاجه سهله ان امراه تمشي تعمل سبور
يعني عن ديجا فما اكيليبر يدخل لهنا في الحكايه وبرشا حكايه دونك لهنا السبور تقولي انت يدخل برشا اكسجين شنو هو مثلا يعني نعرف اللي مراه حبلة تمشي تعمل يوغا تعمل شويه كي موفمون تاع تعاونها من بعد على الولاده هذا اللي نعرف لكن يظهر لي فما حاجات اخرى لي زاكتيفيتي هما تنجم نحكيو على دي زاكتيفيتي يعني دوس تنجم تعمل لا ناتاسيون تنجم تعمل لا مارش اللي هي لا مارش من بعد تتبدل في يعني الاشهر الكبار تنجم تولي مارش رابيد تنجم يولي زاد تجري بشوي بشويه دونك سا ديبون زاد راهي الموضوع هذايا من بعد باش نمشي سا ديبون المراه هي سبورتيف ولا راهي ماشي سبورتيف تنجم تكون على باز اللي هي سبورتيف هنا باش نحكي على الكام تاعي انا بليس كان كنت سبورتيفه اي يعني كي في الغروسيس زدت 30 كيلو اون فيت كاملين ونقصتهم جوست بعد الغروسيس دونك رجع يعني بدني البوان نتاعو العادي اي تو دونك لهنا لي زيكزارسيس راهم يتبدلوا دونك لا فام سيدونتير باش تستعمل لي زيكتيفيتي ديما بشويه لابور دوكسيجين تنجم تعمل لا مارش تنجم بعد تولي تجري تنجم تعمل يوغا نحكيو على البيلات زيد نحكيو على الناتاسيون فيلو زيد استاتيك ديما خير من انها تستعمل فيلو اون بلان ناتور هذيك العبد يعني لا فام سبورتيف تنجم تستعمل الفيلو اون بلان ناتور خاطرها موالفه ديما احنا كي نحكيو على سبور فام انسانت ما تستعمل ما تعملش سبور اللي هي مش مستنسه بي ديما تمشي للاكتيفيتي اللي هي تعرفها يعني تعرف بدنها ومارستها قبل وزاده في الشوا نتاع لي زيكزارسيس نتاعنا مخليو الفام انسانت هي تختار الاكتيفيتي مش لازم تعمل ناتاسيون ولا انت تقول لها لازمك ناتاسيون لازمك يوغا لازمك هي تقول لك راني جو متروف اليز في اليوغا دونك تعمل يوغا جو متروف اليز في كي نمشي تعمل لا مارش دونك تقول لك باهي تو انا كي نعمل سبور اسكو هو سبور خاطر باهي لي انا وفي التنفس وساعدني على الولاده ولا انا كي باش نولد سوا سيزاريان والا عادي باش نلقى روحي تاي كيما كان ما عنديش كرش ماك تعرف كيفاش نخمم حكايه الكرش خاصه دونك لهنا كيفاش باش نعمل دونك هو باش يخليني هو هو بوندون لا غروسيس نعرفوا اللي يعني لا فام يعني ال دوفيان بلو ان بوليمي تولي تاكل ياسر سبورتيف ولا مي سبورتيف انا زاد قبل كنت لوم شويه عن سي الحق حتى اللي انا تحطيت في السيتياسيون كنت ياسر لوم عن سي تجيني تقول لي راني يعني كرشي افيك اون سيزاريان ولا لا دوزيام سيزاريان كرشي قعدت وما عنديش وقت ونخدم وكذا وكذا دونك انا كنت ديما اللوم حتى اللي انا تحطيت في السيتياسيون هي ياسر تزداد نقولوا احنا شهوات وتولي تاكل سون ستوب المراه اونسانت بالحق خاطر البانيل هرمونال اي الاكثريه ديما كي نحكيو في سوجي نحكيو على ماجوريتي دونك البانيل هرمونال هذيك كي تخدم دونك تولي هي تحب تاكل اكثر وتبدا قاعده باش يضرها دونك فو ميو نعملوا سبور ديما نقولوا حتى كان هي باش تاكل فوالا دونك لازمها تعمل سبور نحكي والكرش لهنا اسكو يعني كي نعمل سبور وانا حبله كيف باش نولد نلقى كرشي سافا والا كيما اي امراه ستة اشهر باش يرجع المشكل بقعت وكل شيء يرجع لبلاصتو هو ديما سا ديبون ريت بالنسبه للمراه اللي تولد ناتشوريل لازمها يعني تقعد نقولوا احنا اونتخ سي موا باش ترجع للسبور والمراه اللي ولدت افيك اون سيزاريان انتر ان اون ان اون ادمي دونك سبور سبور هو بهيله بالنسبه لي هي وقت اللي تبدا اونسانت وبالنسبه لو بيبي هو يقوي المونتال نتاع المراه نعرفوا المراه كي تدخل يعني الهرمونات تدخل بعضها تدخل بعضها الهرمونات تدخل بعضها وكل شيء تولي هي سو ستريس وكل شيء دونك سبور باش يعاونها لهنا باش تخرج من لو ستريس هذاك زيد يعني تحافظ على اللياقه البدنيه نتاعها المونتال نتاعها يقوى دي دونك نعرفوا زيد ما ترقدش مليح تولي فما تقلقات هذاك خليها ترقد مليح بوز كيش تعمل اكتيفيتي ماتينال تولي تنجم ترقد مليح يعاونها زيد في الديجيستيون يعاونها انها يعني هيك ترى يعني روحها تعرق وتعمل في سبور تولي زيد تتبع حميه غذائيه تولي هي وحده تقول تتشجع فوالا تجيها شجاع انها تعمل حميه غذائيه دونك هي باش يعاونها وباش يعاون البيبي زيده حتى البيبي زيده وقت في كرش ام باش يكون يعني هي وقت اللي يعني تعمل في لي زاكتيفيتي افيك زيده فما لي كور نتاع الايروبيك وكل شيء تنجم تدخل لهم تكون لانتونسيتي بيان سور موديري تولي هو بكا جو نتاع الغناء وكل شيء دونك هو ما شاء الله يعني انا راه في يعني تو ولدي ما شاء الله يعني الي اكتيف وكل شيء دونك هذاك الام كي تكون اكتيف راهو نعكس كله على البيبي راهو فوالا دونك اي ابخي زيد فاطمه نحكيو على ابخي اكوشمون تلقى صحيح باش يعاونها بوندون لاكوشمون
وباش تلقى زيد لازمها تواصل يعني بعد لاكوشمون تعمل هاني قلت لك اللي باش تولد سيزاريان والا ناتوريل ترجع للسبور باش زيد تلقى بدنها متماشي معاها مش حاجه جديده ينجم يرجع للبدن ديما باش نقول لنسى ينسى توين صار والبدن يرجع ما فماش بدن راهو ما يرجعش وقت اللي كيما احنا اي حاجه تعطيها يعطيك البدن تعطيه يعطيك معقول برشا يعطيك الصحه الكوتش ياسمين الذوادي مشكوره مره اخرى الاستاذه اميره صالح الخميري خلينا نرجع بحذا شيف. بل ما نشوفوا شيف فتحيه ونوصلت في ليفولوفون فاطمه نحب نذكر مشاهدينا اللي كونوا كويزينا عامله بروموسيون خاصه لكم اللي يحب يمشي اثاث كوجينتو يلقى فاسيليتي نتاع 12 شهر من غير فوائد دونك اصل الدين فقط تخلصوه على 12 مره هذه الفاسيليتي اللي عملتها لكم كويزينا شيف فتحيه كيف ما قلنا عندها ديفولوفون اليوم حضرتهم لنا طابت الباتفويتي توجه الوقت نتاع الفخس. فوالا الوغ الفخس انا هوني اليوم اخترت سيكام كابون هذايا المعجون السفرجل اللي هو غوسيت دو تيغوار. تشوفوها كيفاش نوعية نتاع السفرجل فيه فريمون تفكرني في مامتي فريمون تهبل محلاها تكستور خارقة للعادة وصفة تقليدية معناها كلي منقع الخابية وهذوما دي برودوي راهو كونترولي و الفروي فيهم اقل حاجه 45% غله معناها نسبه الغله كبيره برشا في المعجون هذا سوكيفي حلاوه اكيليبري معناش معناها ما فيهاش الكليكسي نتاع السكر ولا مره تلقاوها ماء ومره تلقاوها عاقده وكل مره كيفاش هذا اكيليبر عند معجون سيكام المتميز نجي هوني ناخو مغرفة ونجي ننزل على النوارة في الوسط نهبط لها اك القلب نتاع النوارة تشوفوا فيها كيفاش البات فويتي خفيفة وهشوشة الوغ نجي هذاك الكل نحي وناخو نعبي بالمغرفة بشوية ونهبط نظفها المغرفة نتاعي باش ما تقعدش فيها ياسر خليط ونجي في وسط كل كعبة ونعبي قلب النوارة بالمعجون هذا واللوز اللي عنده بوش ينجم يخدم بالبوش واللي ما عندوش بوش ينجم يخدم بزوز مغارفة كما تشوفوا فيها هكا وإحنا النوارات متاعنا تعبوا مزيانين خفيف سي ان ديسير سهل وبسيط سورتو ماهوش متكلف. يعطيك الصحة مشكورة شيف فتحية، دونك هذايا بالنسبة لليفولوفون بالسفرجل واللوز شفنا كيفاش حضرتهم في وقت قياسي. أنا مشاهدينا هنا عندي لي باتي كيف كيف البات فيتي خذيناها اليوم من شيف فتحية حاطين في وسطها فاخس اللي بالفخوماج وطن البدر وحطيت معاهم الكوتا من عند مرياح لي تخوا فخوماج رابي أكيد شوية عظم وشوية معدنوس كان تحبوا المعدنوس، دونك هنا ناخذ بعد ما سكرناهم كعبات الباتي ناخذ لهم عظيمة ولا اصفر عظمه نركضوا هكا شويه ونحط نعمل به هو الدوغيوغ على وجه كعبات الباتي من غير ما نبل الاطراف نتاعها باش نخلي الفويتاج يطلع دونك هكا الوجه بركه وهذوما نسخن لهم الكوشه على 200 درجه 200 220 عديهم يطلع الفويتاج وقتها نقص لهم شويه في النار هذه بالنسبه للميني باتي نتاعنا باش نحطوها طيب في الوقت هذايا خلينا مع فاطمه الصفيد ميرسي يا لي شيف خلينا نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع عسلامة مرحبا عندنا ريزرفاسيون 3 ميتي دوز ادولت ان انفون عسلامة مرحبا حتى احنا كيف كيف زعما قداش كلفة ما نعرفش ما نتصورش باش تلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا تصور 3 ميتي 1000 دينار اكاهو احنا 800 دينار اكاهو كيفاش عملت بربي سامبل برشا تدخل على سيت ليبرتا فواياج تلقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش تسمع باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوم ما تضيعش الوقت ادخل على libertavoyage.com كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشره جمعتنا قوتنا في لمتنا
سماحة شيف مسهل هالبنة. التوينزا كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا. صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. سيغ مؤسسة تونسية مختصة في بيع تجهيزات المطاعم والنزل، توفر لكم كل معدات المطابخ والمطاعم والمخابز بأسوان معقولة وفي المتناول. للبروفيسيونيل وللناس المغرومة بالطبخ، سيارة تحط على ذمتكم إيكيب كبيرة تفيدكم بخبرتها وتنصحكم في الاختيار. ما لازورونا في لي دو بوان دو فونت نتاعنا في المنزه 1 والحمامات.